وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى المحطة الثالثة ودرجات الحرارة والأرصاد الجوية. إليك مرة أخيرة ميرنا. شكرا لكم أميرة ومصطفى، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس مائل البرودة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، الأسكندرية 26-16، مطروح 25-16، بورسعيد 27-17، والإسماعيلية 33-17. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 18، العريش 28-17، طابة 29-20، وشرم الشيخ 33-23، الغردقة 33-22. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 22، أسوان 36-23، الوادي الجديد 37-22، شلاتين 33-23، وأخيرا حلايب العظمى 29 درجة والصغرى 22. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.